مرحبا، اليوم بدي ارجيكم جيم اسمه كرايم كلوك. كرايم كلوك هي لعبه بازل جيم، اللي هو حتى مو بازل، اكثر بدك تدور على الشغله. خليني افرجيكم اياها، حاعمل انتر اكت وفوت. طيب هلا بتلعب انت على خط الزمن هون، مساء هون بالسنه 2015، هلا حنرجع لسنه 1342 قبل الميلاد، وحنعمل ميشنز. الميشنز هي راح تبني لنا قصة على الشغلات اللي عم بتصير بهذا الزمن. انت عم تلعب دور كمبيوتر، او انت واحد شغال على كمبيوتر، بتراقبوا الزمن وبتشوفوا انه مثلا صار جرائم، كيف ممكن، شو اللي صار وكيف ممكن نوقفها والى اخره. فهلأ مثلا حألعب انا لعبة هون، مرحلة جديدة ما لعبتها قبل هيك، فبتشوفوها معي. طبعا حيكون في شوية سبويلرز اكيد، يعني انا ححل الجيم، او مو ححل الجيم، ححل هاي المرحلة. هعمل بلاي. طبعا انت هلا بالبدايه بيجي بيعطيك قصه. اول شيء هون هي اسم الكيس، ذا يلو جريدي جير، مثل تبعون شارلوك هومز. This Nexus event is corrupting the Lost Age. The Lost Age, as its name suggests, is a forgotten period of your civilization. Until recently, there was no record of such an age. And to this day, its existence is shrouded in secrecy. Furthermore, انه هذا الزمن مختفي، ما حدا بيعرفه، ما له بتذكره الى اخره. اوكي، we'll have to figure out something. طيب فبيعطيك خريطه مثل هي فيها اشياء، بدنا نقعد ندور. The Lost Age. According to my readings, a violent crime is disrupting the timeline. We're looking for a corpse near the pyramid. فهلا بنروح على الهرم وندور على جثه. حنعم فينا نعمل زوم، وفيك تشوف كثير اشياء لما بتقعد تطلع على الخريطه. طبعا فيك تحركها بالاسهم، بس بالاسهم ما بعرف ليش بتصير صاروخ، او ممكن بس بالماوس تكبس وتحرك. هاي ستار جيت. طيب فانت فيك تشوف هون طبعا العالم هذا بيشبه عالم داك تيلز، في حيوانات كتير وطيور وكذا، ما في بشر، في بتلاقيهم بس مو كتار. مهم، فهلا بدنا نشوف البيراميد. وين البيراميد؟ هذا البيراميد صح؟ نشوف وين في جسة هون، في جسة ولا لا؟ هذا لا، هذا بدنا نقعد ندور. شايفين؟ ف هذا هون في علاء الدين ليكو هون. فمرات بتلاقي شغلات بتشبه افلام وقصص وشغلات وكوميكس وهذا. مثلا مره شفت النينجا تيرتلز، ومره شفت ريك اند مورتي وهالقصص هاي. طيب وين الجثه تبع اللي جنب الهرم؟ يمكن مو هذا الهرم، يمكن هرم تاني. في هرم تاني؟ هذا الهرم هون جوا مثلا؟ هون لا، هون لا، هون لا. شايفين؟ ما بعرف انه شو كانوا عم يبنوا هون. بس هون الفكره بقى، صحيح انه نحن قاعدين عم ندور، بس انا بصراحه متسلي انه في شيء حلو هون. ليكو، انا كيف عرفت؟ لانه شفت هذا عامل هيك حاطط ايده على راسه انه شوفي. فحناخذ صوره في هذا رقم 6، مهم كثير. هلا بتعرفوا ليش. There under the boulder is our victim. اوكي ليكو موجود. I detect traces of impossibility. This wasn't supposed to happen. We need to learn how this event came to pass, prevent it, and find more clues so that we can. إنه هذا مستحيل كان يصير، بدنا نعرف ليش صار. طيب فهلا نحن برقم 6. شو يعني؟ كل خريطة في إلى 10 تكات، هدول بسموها تك. التك هو الزمن، أوكي؟ فنحن هلا بالزمن رقم 6، في 10 من 1 ل10. هذا طبعا هدول كلياتهم الكاركترز حيتحركوا، هلا حتشوفوا بس بعد شوي كيف بلش نحرك الكاركترز. مثلا هون نحن بنشوف انه ليش وقعت الحجره على راس هاد. حنطلع هون حنلاقي انه هي مكسوره مثلا، فنحن نعمل لها صوره وحنحاول نربط الاشياء ببعض. Boulder fell crushing our victim. Can you see those tools near the wench? Someone was at work right here. Maybe you can see whether the machinery was sabotaged. Please wait a moment while I load subroutine that will highlight structural failures on a piece of machinery. We need to determine. فهذا الكمبيوتر تبعي اسمه إيف عم يدور على أشياء، بشغل subroutines. هون بتصير بتشغل ميني جيمز، مشان شوية تغيير بالجيم. يعني مشان هذا بدك تحاول إنك تجيب الصورة المضبوطة اللي بتشبه الصورة اللي تحت. موضوع كتير بسيط يعني، كتير إنه الميني جيمز، بس إنه مشان يطلعوك شوي من جو التدوير لأنك عملت شيء جديد. هلا هون مسا حنكبس هاد، شغلنا السبروتين. فولتي بولي. It was indeed a structural failure. Cock fell apart. The image analysis shows numerous cracks on its most superficial layer, meaning a clear sign of wear.
Fortunately, our analysis also points out that all other components were new. Okay, time. حلو. هات لنشوف. حنرجع بالزمن لورا مشان نشوف شو صار قبله بشوي. لاحظوا هون مثلا. It's taken back in time. Remember, two's found near the pulley. Someone belong... في كان حدا هون قريب لما خربت الماشينري. وهلأ لاحظوا هذا رقم 6. نحن بتك 5. حتى فيك تيجي تشيل الصور. فهذا هو الزلمة اللي انقتل. شايفين كان واقف تحت قبل ما يجي هذا ويكسر. فبدنا نشوف وين ال هدول التولز اللي كانوا هون. العلبة هي تبع مين؟ بدنا نشوف وين من وين اجت. تمام؟ قبلها بشوي. لاحظوا هذا لسه هون، في ناس لسه طالعين وهكذا. اوكي. مين عنده علبة تولز؟ مين معه تولز؟ هاي العلبة مع مين كانت؟ هلا في هذا اقرب واحد، تعالوا نشوف. قال لي لا غلط. ما في بنالتي، حتى لو غلطت عادي بيقول لك كمل. هي اللعبه كتير رواء. وعم تحكي قصه، هون الحلو بالموضوع. انا هدول الهيدن اوبجكتس ما كتير بيستهوني، بس هي الجيم بالذات في اضافوا عليها هي الشغله انه قصه وانت عم تشوف العالم هذا عم يتغير حواليك وعم تشوف اشياء يعني بتغير لك فكرتك عن هذا الجيمز. فأنا هون متسلي أكثر من أنه والله هيدن أوبجكت عادية. طيب لنشوف هذا الشيء، رح هيك لنشوف وين ممكن نلاقي حدا في هاد. لا مين كان معه تولز وجاية من هون؟ هاي لا أبظن هاد ليكو. ها شايفين هذا الشيء كان قبله بشوي واقف هون. Seems his job was to perform upkeep on all the police. We should reconstruct the worker's identity and check the records. فحنروح على الميني جيم ونشوف هذا شو قصته، مين هو وليش خرب الدنيا. طبعا هذا شيء انه احنا رجعنا بالزمن لورا وصار شيء المفروض ما كان يصير من الاصل. طيب هلا هون حنكبس هاي وهاد لنشوف مين هو. حنشوفه بالكمبيوتر نعرف شو قصته لهاد. نعمل هون ونبكبس. Good work. It's too bad that the database had no helpful information other than Atten Blacktail. I have an idea. Let's follow Atten forward in time and see what he did after the accident. You should take a mental note to see whether there is anything unusual about his behavior. Pay attention, Detective. Atten is the only worker with a black tail. Okay, هو الوحيد اللي عنده دنب. حنطلع بالزمن لقدام بعد الحادث. فهلا اذا اجينا طلعنا هون الناس اوريدي انصرفت ورجعوا للشغل تركوا شسه. طيب مين هو هذا الزلمه اللي عنده دنب اسود؟ ليكو عم يتخانق مع حدا هون. He is handing a receipt to the chief worker. He's probably trying to prove his innocence by pointing out he had bought a new parts for the pulley. Let's see what he did afterwards. هات لنروح بالزمن لقدام. هي هي فكرة الجيم. انت فعليا عم تدور على الشغلة. عرفتوا كيف؟ هي هون القصة. انك تدور على شغلات اللي عم تصير. طيب هلا هون. والله تاركينه عم يشتغلوا الجماعة ولا كأنه في شيء. ها؟ يا سلام. طب هذا رجع وعم يحكي مع الشرطي اظن. بس هداك وين راح؟ ليكو هذا شغال علاء الدين هون بالبساط ومعه وقعت منه هاي. ليكو ها؟ فأنت مثلا لأنه نقطة واحدة فما حيكون كتير بعيد. راح جاب اشترى جبنة. طيب. بعدين وين راح؟ هلأ تك 9. تك 9 ليك هاد. الرسم فيها حلو. وبعدين مثل ما عم قلكم يعني صحيح نفس المنطقه بس عم بيغيروها. في الى 10 اختلافات يعني كل واحده بتختلف على حسب الزمن. بس لنشوف هذا وين راح. اخذ الجبنه وراح محل. ليكو هذا هون ثاني. في واحد هون هذا ليكو عم يشلح المومي. هذا هو لا هدول مدري شو عم يعملوا هون. طيب هلا هو اشترى الجبنه هون كان هون بعدين راح اشترى الجبنه
بعدين راح سموير. إلى أين ذهب؟ إلى أين ذهب؟ شوف ده يكون ما حيكون بعيد كتير عن هذا المكان. في واحد هون متخبي بقلب الجرة. راح يطعمي ولاده. وين ده يكون راح يعني؟ واحد هو؟ لا لا. حتى ليكو غير شعر. اوكي. تعالوا نشوف هون هاد. مو هاد هو؟ صار سلطان بعد ما جاب الجبنة. وعبدوا الفيران. دول عم يلعبوا جيم. ليك شو معه؟ وين جابونه دول؟ ايه فهي هي الفكرة، شايفين كيف؟ مش كل شوي بتمشي بالقصة نتفة. هو يا ريت بس لو يخليني انه ارجع وعلى كيفي يعني، بس هو بيجبرك انك تروح على المكان هذا وتدور فيه. واللي هو بيني وبينكم كمان احسن مشان ما انت تضطر تدور محل غلط. فيعني بفهم ليش ايه. طيب وينه 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 هذا وينه؟ وينه وينه وينه؟ نزل لهون اخذ الجبنة، وين راح فيها الجبنة؟ مو هذا هو صح؟ لا اجل هون، هون في تيس هيك، هذا التيس. طيب هذا مو هو، شفناها قبل بس قلت لحالي اجرب تاني. هذا جفار، حتى ليكو معه الببغاء تبعه تبع علاء الدين. ايه دودة اكلت رأيه. شو عم بصير هون؟ غريب، وين راح؟ طيب انا هلا مثلا متورط ماني عارفان شو اعمل. تمام يكتك بس هون وتقول له بتعرف شو؟ Aten has crossed the entire market street and has headed towards the temple. اوكي اعطاني هنت. بيصير بيساعدك انه اذا حابب. وعلى فكره حسب ما شفت ما في شيء بيعمل لك بينالتي يعني، ما في شيء ما بتخسر شيء اذا عملت هذا الهنت، بس انه مجرد انه مشان ما ينزع عليك يعني انك انت قاعد عم تدور على الفاضي. بيعطيك هنتات مو غلط ابدا. طب هذا الماركت ستريت خلص وراح على التمبل، فهيدد تورز ذا تمبل معناته هون. مو هذا التمبل ولا في تمبل تاني؟ أنا متوقع إنه يجي لهي الجهة، بس وين راح؟ هذا الماركت ستريت مظبوط؟ هذا التمبل. وينك وينك يا أستاذ؟ وينك وينك يا أستاذ؟ يكون مع الجبنة كمان هون. ليك مع روبوت فوق. ما بعتقد. وهذا لساته هون يا سلام. طيب ما بدنا نضيع لكم وقتكم، فخلينا نسحب الهنت الثاني. اتنا زنتر تستور اند ليفت وذ بيرتشس. ايه هذا هو. والله كبست علي يا جماعه. يلا هاي بقز فانسي هات. طب يلا وصلنا على 10، نروح شوف وين راح. ما بعرف ليش هيك عمل معي يعني، مفروض انه كان تمام. وهذا هو. وين ممكن يكون راح؟ اشترى الطاقية هاي، وين راح فيها؟ فيها ريشة. لنشوف هيك تطلع على السريع من فوق. انا بعرف انه ما في، ما عم تشوفوا جيم بلاي فعليا، عم تشوفوني انا قاعد عم دور، بس هذه هي الجيم، هذا هو اللي عم بيصير. لكن شوفوا شو هذا، بس فيها متعة عجيبة انك عم تدور على هدول الاشياء. شوي شوي اقول هذا هو. ها لا مو هذا. وينك يا استاذ؟ وينك؟ ايه
فهون الجيم مثل ما كم شايفين، هذه هي اللي بحب هيك شغلات. هذا الجيم من أحسن الهيدن جيمز اللي أنا شفتها لهلا، بسبب إنه عندك القصة هي اللي عم تبنيها، وطريقة إنه عم يتغير شكل المكان، مو بس عم بتدور، أنت عم بتدور وعم تمشي مع الزمن وعم بتشوف قصة عم بتصير معك، مع إنه كلياته ثابت ما في يعني صور، ومع هيك بتحس إنه هاي الصور عم تتحرك. عرفتوا كيف؟ هذا الشيء اللي هن مزبطينه هون. هاتوا خلينا ناخذ هنت، يلا هذا هو ليكو، هذا ليكو ليكو ليكو. شو عم يعمل هون؟ كروكودايل راح اشترى. There he is. It's pretty far from his previous location. No doubt he used one of the glowing gates. They were a wonder of the lost age that could instantly transport anyone. Because of their purpose, travel between locations on Earth, they called them the Earth Gates. It was a very useful technology. For us though, they're a real problem. It's a tall order to find someone in a city where he can move. إنه بيقدر يطلع محل محل بسرعة. A pet crocodile. Is he really buying the most exclusive animal of the last age, a symbol of power? Wait, I may lack proper empathy and some other basic human features, but I'm pretty sure workers during the last age generally unable to afford such luxury. How did he get this money? Let's try to construct Athens Day from the beginning. خلينا نبلش من أول اليوم. نرجع لورا مشان نفهم ليش، منين جاب المصاري لحتى يشتري هذا الشيء. هنبلش من أول نهار. هلا حنشوف اليوم من أوله شو هو. You've seen Aten doing some upkeep on the pulleys. Also, he was instructed to buy spare parts. He probably received those tasks from the worker supervisor. Very end of him. And around 2022, well, usually receive daily briefings from super. طيب. ماشي. هون هو المفروض صح؟ عم ياخذ البريف. عم ياخذ شوف. هذا تتذكروا كان هون بعدين في حدا هذا الشيء تمساح قعدت عليها يعني نايم فوقه. هذا طالع من الجيت. هون ما في حدا للسمات. وين السوبرفايزر العجيب؟ اها shopping list there as expected working supervisor gave him the shoe see what happens next. هلا هي عليها نجمة معناتها ندور على الجيت اللي عليها نجمة. هي عليها شمس. هي عليها ترى ما بعرف هذا الشيء هلا انا عم بقطع عم ألف من عندي بس اعتقد انه مزبوط. الجيت اللي عليها نجمة المفروض تاخذنا على الجيت اللي عليها نجمة ومننا بنقعد بندور. راح اشتري اغراض. الا اذا النجمه بتوديك على شيء ثاني. ما بعرف يمكن يمكن ما في اثنين نجمات. اوكي. طيب. مهم. اظن وصلت فكره الجيم ها؟ هيك بقى شو بتحل اللغز وبالاخير عندك هدول بتربطهم ببعض بعدين تروح تلبط الاشياء اللي لقيتها مع القصه الكبيره، في قصه كبيره على كل القصص يعني فانت كل ما رحت فيها بتصير بتشوف اشياء بتشوف اشياء عم تاثر على هدول القصص، انه هدول القصص عم بيصيروا بس في سبب ثاني براني عم يتاثر فيهم كلهم عبر الزمن، وهذا الشيء اللي عم تحاول تلاقيه انت بشكل عام لتسكر القصه الكبيره. مهم ما بدي كتير اعمل سبويلرز فاظن وصلت فكره الجيم شلون تنعمل. في عندك ميني جيمز بالكمبيوتر، في عندك الجورنال هون، هون فيك تشوف القصه اذا انت مثلا نسيت او ضيعت او هيك فيك تعرف اخر شيء مثلا. اوكي اخر شيء شو حكينا بدنا نشوف هون. اعطاه بارتس وهذا قال له روح جيب فلوس وجيب اغراض والى اخره. فيا بنروح ندور عليه نشوف وين راح. مهم شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير وبشوفكم بعدين. سلام.